الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صبيحتكم بالخير والمسرات من هذا المشعر المبارك من مشعر منى في مكة المكرمة. نحييكم في أول أيام التشريق وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يتوجه المسلمون في هذا اليوم وتحديدا بعد زوال الشمس لرمي الجمار الثلاث اقتداء بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. من أبرز الأخبار مشاهدين الكرام التي طالعناها في الأمس، قيام أبناء الكشافة بتفويج أكثر من 400,000 حاج إلى منشأة الجمرات. وحقيقة معسكرات الكشافة هي قصة عظيمة يدعمها ملوك هذه البلاد المباركة. نعرف أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يقدم جهود كبيرة جدا ودعم لا محدود لأبنائه من رجال الكشافة، وكذلك من أبناء القطاعات الأمنية والصحية والخدمية لتقديم هذه الخدمات المباركة لضيوف الرحمن. كذلك مشاهدينا الكرام، تم مصادرة 86,000 قطعة غذائية من قبل وزارة التجارة، ربما تكون غير مطابقة للمواصفات العالمية المعتمدة، وذلك حرصا على الغذاء المقدم لضيوف الرحمن في هذه الليالي الشريفة المباركة. ولله الحمد والمنة، حالة الحجاج في هذه المشاعر المقدسة هي على ما يرام من كل الصعود، سواء كانت صحية أو حتى أمنية، فهم ولله الحمد والمنة يحظون بخدمات كبيرة وعظيمة في هذه المشاعر المقدسة، تظللهم رحمات الله عز وجل وبركاته في هذه الليالي الشريفة. مشاهدينا الكرام، أيضا هناك جهود كبيرة جدا يقدمها معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة فيما يتعلق بتقديم هذه التقنيات لضيوف الرحمن، حتى تكون رحلة العمر والقدوم إلى المشاعر المقدسة ميسرة وسهلة لكل من أراد أن يكمل النسك والركن الخامس من أركان الإسلام. حول هذه الخدمات التقنية مشاهدينا الكرام التي يقدمها معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، يسرنا في الدقائق القادمة أن نرحب بالدكتور مازن ابن إبراهيم الشمراني، وهو المختص والخبير في تقنيات وتطبيقات الحديثة في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة. مرحبا بك دكتور مازن، وأسعد الله صباحك بالخير والمسرات. حياكم الله والأخوة المشاهدين في هذا المكان الجميل وفي هذه الصبيحة المباركة، وأسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم في هذا المكان وفي هذا الزمان، يعني ننقل صورة مشرفة للمملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن. أنا أمس كنت يعني في الظهر تحديدا في جولة في منشأة الجمرات، ورأيت ذلك الارتباط الوثيق للحجاج بينهم بين أجهزتهم الذكية وتلك التطبيقات أراها في أيديهم طوال مسيري. قبل أن نتحدث هنا عن التطبيقات، نريد أن تعطينا لمحة موجزة ونبذة عن معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة. طيب، بداية بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أحب أن أهنئ ضيوف الرحمن وأبناء هذا البلد المبارك بعيد الأضحى السعيد، وأسأل الله تعالى أن يجعله عيدا مباركا ويجعل فيه الخير والبركات لضيوف الرحمن، وأهنئ ضيوف الرحمن بأدائهم هذه الشعيرة المباركة والمرور على المعاني الروحانية في مشاعر المقدسة اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني تمثيلا لبلادهم في هذا المكان الشريف. وأهنئ القيادة المباركة على هذا النجاح المكرر لكل سنة ولله الحمد، والجهات الأمنية والجهات المختصة والوزارات والأشخاص العاملين في خدمة ضيوف الرحمن. بداية، معهد أبحاث الحج والعمرة، معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، هي جهة اختصاصية استشارية بالدرجة الأولى، تم إنشائها بناء على قرار سامي جهة مختصة تعمل في خدمة ضيوف الرحمن بأبحاث ودراسات الحديثة
الاستباقية وتقييم الوضع وتقييم الأمور التشغيلية، كل ذلك ضمن أعمال واختصاصات معهد أبحاث الحج والعمرة المذكور. المعهد إشرافيا يتبع لوزارة الداخلية ووزارة الحج والعمرة ووزارة التعليم، وهو إداريا وأكاديميا يتبع إلى جامعة أم القرى. المعهد عمره الآن يناهز 40 سنة، قدم الكثير من الدراسات والأبحاث وساعات العمل الطويلة في خدمة ضيوف الرحمن وفي تطوير منظومة الحج والعمرة بصفة عامة وفي منظومة الزيارة كذلك في المسجد النبوي الكريم في المدينة المنورة. المعهد يتميز بوجود جميع الاختصاصات التي تتوقعها والتي لا تتوقعها كذلك في خدمة ضيوف الرحمن. ذهب بعيدا إلى أبحاث تطويرية، أبحاث تقييم، أبحاث بيئية، أبحاث إعلامية، أبحاث اقتصادية، كل ذلك ضمن مجال واختصاصات وزارة معهد أبحاث الحج والعمرة. ومن هذه الأبحاث يعني لعل الحديث يسحب أو يتدارك بعض الأمثلة من هذه الأبحاث والاختصاصات والمشاريع التي أشرفت عليها المعهد. نعم، هو يتبع جامعة أم القرى. نعم، هو يتبع أكاديميا وإداريا لجامعة أم القرى. إذن هناك استفادة من الخبرات في الجامعة الأكاديمية. نعم، جامعة أم القرى تحتوي على 6000 عضو هيئة تدريس فيعمل ومنتسب للجامعة، فجميع الكوادر العلمية والتشغيلية كل ذلك مسخر لخدمة ضيوف الرحمن. جامعة أم القرى هي الجامعة الوحيدة على مستوى العالم الذي من اختصاصها أبحاث ودراسات الحج والعمرة. هذه ضمن اختصاصات الدقيقة للجامعة والتي تتشرف بها الجامعة. كليات الطب، كليات الهندسة، التمريض، كليات الإدارة، كل أولئك يتبعون بشكل أو آخر إلى مجال أبحاث الحج والعمرة تحت مظلة معهد أبحاث الحج والعمرة. دكتور مازن، يعني لماذا توجه معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة إلى قضية التطبيقات والعناية بها ودراستها وابتكار تطبيقات حديثة تناسب ضيوف الرحمن؟ معهد أبحاث الحج والعمرة، معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة هو جهة اختصاصية، ومن أبرز صفات هذه الجهة الاختصاصية أنها تتجدد مع تجدد العلوم. يعني أي سابقة علمية في مجال كمثال وهو مجال فريد من نوعه وهو إدارة الحشود، النقل وإدارة الحشود في الحج والعمرة مثال يضرب وبكل فخر نشير إليه في المعهد بهذا التخصص، لوجود أكاديميين ومختصين لهم من القديم وكذلك في العهد الحديث تدرس هذه المشاكل والتحديات الكبرى وتضع لها حلول. التقنيات الحديثة هو مظلة فضفاضة، هي مظلة علمية لا تختصر على التقنية الحديثة فقط، بل هي تضمن من بين أجندتها الإعاشة، إدارة النفايات، النقل، إدارة الحشود، الأمن والسلامة العامة، التوعية والإرشاد، التغذية، البحوث البيئية وهي مجال كبير من تخصصات الأبحاث المعهد، التنسيق بين الجهات المعنية في تطوير أبحاث مختصة تحتاجها الجهات سواء كان في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو حتى في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والتسليم. لذلك حتى لا يتعدى دور المعهد إلى دراسات نفسية واجتماعية واقتصادية في مجال الحج والعمرة، فهو بيت الخبرة الأول بلا منافس في هذا المجال من قديم الأزل. وكذلك الظاهر هناك عناية بالإصحاح البيئي. صحيح. لعلي أضرب مثال على ذلك، مشروع المملكة لأضاحي، المجازر التي صممت خاصة لأضاحي في
مشعر منى. هذا المشروع كان بادرة من معهد أبحاث الحج والعمرة، وقامت بدراسة الجدوى ودراسة الوضع الراهن الذي كان، يعني المجاز كانت هنا يضرب بها المثل في 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 التلوث لعدم وجود هذا الاهتمام البيئي. ومع حرص المملكة والقيادة الرشيدة رعاها الله بأن يكون معيار البيئة معيار مثالي على مستوى العالم، تسابق المختصون في المعهد على خدمة هذا المجال وأوجدوا خطة عمل خاصة بتطوير منظومة للهدي والأضاحي يستفيد منها كافة الجهات، والمعني بها الأول هو الحاج الكريم، بحيث يضحي بلا عناء ولا تعب ولا ويضمن جودة الأضحية وأنها تصل إلى الجهات المستحقة سواء داخل مكة المكرمة أو داخل مكة المملكة أو حتى خارجها ضمن المشاريع. نعم دكتور مازن، ما يتعلق أيضا بهذه التطبيقات، لو تكلمنا عن أبرز تطبيق يستخدمه ضيوف الرحمن وهو من إنتاج معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة. المعهد لا يعني له تطبيقات مختلفة وهو مجالات، وأنا أظنك تذكر تقصد تطبيقات الأجهزة الذكية. أجهزة ذكية نعم. أنا لا أقصد التطبيقات العامة، تطبيقات التقنية. لعل نعرج على التطبيقات الذكية، ويعني المعهد له دراسة خاصة قام بها فريق بحثي خاص بقيادة الدكتور عصام خان وكيل المعهد للشؤون الأكاديمية حاليا، وقام بعمل evaluation اللي هو تقييم لتطبيقات الحج والعمرة الموجودة في العام السابق، ودرس حوالي 40 إلى 50 تطبيق، ثم خرجت دراسة بأن أفضل تطبيق كان تطبيق المطوف، ثم ثاني أفضل تطبيق هو تطبيق مناسكنا لوزارة الحج والعمرة، وأشاد إلى بالخدمة واستخدم في ذلك مقياس مارس لقياس أداء و جودة الخدمات المقدمة للمستخدم بحسب الاحتياج له. عودة إلى التطبيقات العامة، معهد أبحاث الحج والعمرة تطور. بعد ذلك إن شاء الله سنتكلم عن التطبيقات الخاصة. إذن طيب. مشاهدينا الكرام مستمرون معكم في هذه التغطية المباشرة، فاصل قصير نعود بعدها إن شاء الله لاستكمالها، فكونوا معنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه التغطية المباشرة من مشعر منى في أول أيام التشريق وفي ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. نعود للترحيب بضيفنا من جديد الدكتور مازن بن إبراهيم الشمراني، وهو المختص والخبير كذلك في التطبيقات الذكية في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة. مرحبا بك دكتور مازن من جديد. حياكم الله وحياكم يا مرحبا. نعم دكتور، وأنت مختص في تقنيات وتطبيقات الحديثة في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، حدثنا عن أبرز التطبيقات الذكية التي أنتجها معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة ويستخدمها كذلك الحجاج والمعتمرون. الحقيقة معهد أبحاث الحج والعمرة هي جهة استشارية، ولعلها يعني لا تطور بذاتها تطبيقات ذكية، لكن الجهات الأخرى لعلنا نعرج على أبرز التطبيقات التي يخدمها أو يستخدمها طيور الرحمن. هناك ما شاء الله مجموعة كبيرة من التطبيقات موجودة في الستورز، لعلها أبرزها التطبيقات الصحية وتطبيقات الخرائط. وأبرز تلك التطبيقات هو تطبيق وزارة الحج والعمرة، تطبيق مناسكنا، تطبيق يعنى بخدمة ضيوف الرحمن من بإرسال واستقبال الشكاوي، وترسل الوزارة رسائل توعوية وإرشادية لضيوف الرحمن تتناسب مع موقعهم والفترة الزمنية التي هم فيها خلال الرحلة. الأدعية، المناسك، الخرائط أكبر ميزة في هذا التطبيق أنها خرائط أوفلاين، يعني لا تحتاج إلى إنترنت. ويوجد فيها هذا التطبيق كذلك عدة خدمات في الخرائط، منها تحديد الموقع بناء على قربه أو بعده أو داخل حدود المشعر سواء منى أو عرفات أو مزدلفة أو حتى مكة المكرمة والمدينة المنورة. نعم. التطبيق حصل على جائزتين عالميتين دوليتين، وكذلك هو يعني تحت التطوير، وسوف إن شاء الله يكون التطبيق يضيف كثير من الخصائص والخدمات. تطبيق آخر هو تطبيق المقصد التابع لرئاسة الحرمين الشريفين، وهو يتيح عملية التواصل مع الجهات المعنية في رأس الحرمين، رفع الاقتراحات والشكاوي، وكذلك الاندور نافيجيشن اللي هو الدليل الخرائط داخل المباني، فيعرف كيف يتجه من باب معين الى باب اخر او منطقه داخل الحرم الشريف. يوجد كذلك تطبيق صحي ومفيد، وهو تطبيق وزاره الحج وزاره الصحه، وهذه هذا التطبيق يسمح لعمليه الاستشارات عن بعد مع الاطباء المختصين. يحتاج التطبيق إلى تطوير أكيد وربطه بالحجاج بمنظومة الحج والعمرة، لكن هو في مجمله ما شاء الله يعني منجز مبارك. تطبيق أسعفني لهذا الأحمر السعودي هو تطبيق كذلك مفيد لرفع
الاستغاثات خلال رحلة الحاج في المشاعر المقدسة، يستفيد منه الإخوان المسعفون في تحديد موقع الاستغاثة والوصول إليه وتحديد الحالة والتعامل معها بالشكل اللازم. التطبيق في مجمله كذلك يعني يقدم خدمة كبيرة للجهات المختصة والعاملة في خدمة ضيوف الرحمن من ناحية تحديد الموقع. أكبر مشكلة في المشاعر هو الوصول إلى الحالة. صحيح. وصول الحالة يحتاج إلى إرسال موقع، مثلا موقع يحتاج إلى خدمة بسيطة طرفية تؤدي هذه الخدمة بشكل احترافي. هذه في رأيي أكبر يعني جهات تقدم هذه التطبيقات. ويوجد جهات خاصة، تطبيق مطوف له هو التطبيق الفريد من نوعه حاليا في تقديم حالة الصحن، حالة الطواف، وحالة الزحام. قبيل حقيقة انطلاق موسم الحج أقيم هذا الملتقى العالمي هاكاثون الحج، شارك فيه أكثر من 20,000 تقني حول العالم. تم تحكيم هذه المشاريع وتقليصها إلى 4,000 مشروع، وبالتالي كان هناك تنافس كبير جدا بين هذه العقول المفكرة المبتكرة على مستوى العالم. حدثنا عن هذا الهاكاثون ودوره كذلك في تسهيل عملية الحج لضيوف الرحمة. بداية الهاكاثون، هاكاثون الحج هي خطوة مباركة من المملكة واعتماد الاتحاد السعودي للأمن السبراني والبرمجة درونز في تقييم هذه المناسبة والحدث الكبير والبارز، كان له دور إيجابي ومؤثر جدا في القيمة المضافة التي أعطاها هذا الهاكاثون، واستفاد منها المملكة، واستفاد منها المقدمين الخدمات، واستفاد منها المشاركون نفسهم. بداية الهاكاثون هو استقبل 20,000 اشتراك من خارج المملكة وداخلها، وكانت أرقام كبيرة جدا، وهذه تعتبر سابقة يفخر بها منظمي الهاكاثون والاتحاد السبراني على وجه الخصوص. ثم طبعا اضطروا إلى تقليص العدد لأنه أكبر يعني عدد ممكن استقبل هو بالآلاف، وصل إلى 4,000 متقدم. وجاءت كذلك شاركة موسوعة جينيس لتسجيل الأرقام القياسية، وشاركت بتسجيل الهاكاثون الأكبر على مستوى العالم بنسبة حضور ومشاركين. وشخصيا كنت أنا يعني ضمن تشرفت بأن أكون أحد أفراد المعهد الذين انتخبوا وشرشحوا بحيث يمثلون الخبرة، الجهة ذات الخبرة في أعمال الحج والعمرة في تقييم اللي هي معهد خادم الحرمين. نعم، معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة. شارك المعهد بشبابه والمختصين في كذا في أكثر من تخصص، لعل أبرزها هو التقنية الحديثة. لدينا شباب شاركوا في مجال النقل، خبراء النقل، خبراء إدارة الحشود، خبراء الصحة، وخبراء البيئة شاركوا معنا في، والإعلام شاركوا معنا في الهاكاثون وكناصحين وكمحكمين. خرجت من هذا الهاكاثون أفكار مباركة. لعلي أشير إلى أن كثير من هذه الأفكار أو بعض أو ليس كثير يعني نسبة كبيرة منها هي أفكار أصلا موجودة لدى الجهات المختصة هنا. ما شاء الله. يعني لأن الأخوان المشاركين معظمهم خارج المملكة ولم يحجوا قبل كده وليس لهم خبرة في الحج، فوجدت كثير من الأفكار موجودة أصلا مطبقة في جهات حكومية مطبقة كتطبيقات. جميل. وكذلك أشير للجهات التي أو الأخوان الذي فازوا المراكز الثلاثة، الأفكار كانت فريدة من نوعها. يوجد سابقة محاولات سابقة من جهات مختصة، لكن تميز الجهة الفائزة أو الفائزين النهائيين بالبساطة والفاعلية وإمكانية التطبيق وعدم الاعتماد على جهة حكومية في تمثيلها أو تطبيق الفكرة. نعم. إذن مشاهدينا الكرام، في ختام هذه التغطية المباشرة نشكر الدكتور مازن بن إبراهيم الشمراني، وهو الخبير والمختص في التطبيقات والتقنيات في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة. شكرا جزيلا لكم دكتور. أشكركم وبارك الله فيكم. لازلنا نتواصل معكم مشاهدينا الكرام من مشعر منى الطاهر. فاصل قصير، نعود بعدها إن شاء الله لاستكمال تغطيتنا، فكونوا معنا.